ساءت أخلاق القوم. ليتني أستطيع أن أعيب على أصحاب محمد ما أعيبه على قومنا. يسبون ويشتمون ولا يجيبون إلا بالسلام. ضعيفهم صار قويا وقويهم صار رحيما. أما نحن فقوينا يعدو على ضعيفنا، وضعيفنا ينكر بقوينا أو ينافقه ليسلم من شره أو يصيب من خيره. هم يحن بعضهم على بعض ويحمل غنيهم فقيرهم، أما نحن فهذا شريف وهذا وضيع، وحتى الشريف فهو عندهم درجات ومنازل، فكيف يفلح هؤلاء؟ اليوم رأيتهم يضربون ابن أم عبد ضربا مبرحا، وهو الضعيف الذي ليس له عشيرة تحميه، وقد غاداهم يتلو من قرآن محمد. لا أكون معهم في مثل هذا، لأن ضربت فإني أضرب من قوم الذين لي عليهم سلطان، ولا أخص الضعيف دون القوي، ولا أعمد إلى من لا عشيرة له فأستخوي عليه.